كان عسكري وتعبت أمه، صار يراجع أبها، ما له إلا أخو واحد والباقيين حريم، وأخوه الثاني ظنه تعبان، أنفصل يا طول العمر الرجال من العمل، وأمه صار معها قلب مرض في القلب. سجل يا طول العمر في شركة في حد أشرك، خذ له فترة تغيب الرجال فصل، جاء في الشركة الثانية وبدت أحواله تنزل. المهم طول العمر يوم جاء في يوم من الأيام هو جاي من العمل من شركته، وفجأة أمها تطيح تعبت من القلب، ويزرق بهذاك المستشفى، مستشفى ذا كبير على على الكيس، مستشفى كبير ومعروف، قال بعد دخلها الطوارئ قبل تموت. ويوم دخلها طوال العمار وخلص أوراقه يقول له والله أنت الدكتورة سعودية عمرها في 50 في 55 أو 50 منها وعندها، يقول ما شاء الله تبارك الله جمال وعقل. يقول يوم شافته يا طول العمر يقول وأنا جاسم مع مجموعة، يقول عيونها سبحان الله العظيم يقول بغت تخرقني، يقول طالع فيني بنظرات غريبة. قال هو تروح تأخذ وترجع، كل المرة تطالع فيني. يقول يوم خذيت طول عمار قال هو تدعي له، دخلت مكتبها قالت ما يدل السسرة اللي عندها خليه الولد اللي برا شكله كذا كذا خليه يجي. قل واجيها حي سلم الله وش عندك يا ولد؟ قال والله أنا عندي أمي تعبانة. وين هي؟ قال في القسم الفلاني. قل راحت معي. كيف أحوالك وش أحوالك؟ قال والله أحوالي أسطورة، أنا شغلة في شركة، قل حتى الفلوس اللي معي ما تكفي. قالت أبد، علاج علي، علاج عندي أنا، وأنا الحمد لله بخير يا ربك الحمد. يقول حالك؟ قالت لا والله ما تكون جابة، لكن بعد أسبوع تراجعنا أمك. يقول يوم جينا ثاني أسبوع يقول هذه قدامنا، كيف أمك؟ قلت الحمد لله طيبة. يقول خش على كيسها سووا خصم، حتى الصدرية تكلمهم ولها حرمة من الطبقة علاقاتهم العليا، لا هي ولا زوجها من ناس معروفين. قالت يا ولد بغيتك دقيقة بس، ودعتني من مكتبها أبغى أصورك، خذك صورة. وصورتني، قالت خلاص الله يستر عليك، وعطتني كل هدية وأمي هدية فلوس. يقول بدا عند الشيطان يا ولدي العبي، قلت المرة اكيد انها تحبني، اكيد انها تحبني. يقول اروح صوب واحد من الجماعه يقول علمه، وهذا ما يصلح الله يهديه، المفروض الواحد انه يستر ما يكشف السر سواء من رجال ولا مره مهما عينت الواحد. هذا علم الثاني. يقول ما زد مسيت افكر فيها، قلت هذه ان شاء الله انها تحب. قال واحد بالجمعه تبي حلو وش تحب؟ والله لا وجه زين ولا شكل زين. يقول يوم المراجعه الثالثه قال لي تدعيني، قالت انا ابغى اسكر قفل المكتب، انا بصورك وابغاك تتكلم. يقول صوري واتكلم. يقول قلت خلاص اما الحين
الله يستر عليك. وعطاها ظني رقم حسابها الرجال. قالت لا بغيت اي حاجه. ترى مستعده. الحمد لله انا بخير. وزوجي بخير وعيالي. يقول ما زلت امسيت الليل. يقول قال واحد من الشباب يا ولد انت وش فيك؟ ما هو بتحكم على انا اكيد انها ما تبغى تسوي جميل ولا طيب المرت يوم صورتك هي صوره واحده ولا عده صور؟ قال له والله عده صور. قال معناتها ما هي بتحبك. شوف فيه حاجه فيه سر. لا ما قلت تراجع المراجعه الثانيه فنشدها. انشدها. قال لهم قبل ما رجعت معاد الرابعه او الخامسه قلت انا اجيها في مكتبها. السلام عليكم السلام. يا اختي انا بسعت. انا بشت. قال تفضل. قال خدمه زي ما كنت تخدمينا انا وامي تعطينا ابغى ادري وش مقابله. يقول انا فرحان. قلت اكيد بتكون احبك الحين. الله يهديه اخواننا المسلمين. يقول له والله يوم بكت الحرمه يقول جلست تمسح دموعها يقول خلته هي تبتسي. قالت يا فلان انا ولدي صار على حادث قدام سنتين وتوفى في حادث والله يوم شفتك قالك ولدي اني اتخيله. الله يخلف على اخواننا المسلمين. والله يوم شفتك انقلب نفز بغى يطير. انت ولدي طبق الاسهل ما يفرق فيك الا الصوت فقط. وانا ترى يوم صورتك ارسلت الصوره والمقطع لزوجي ولا اخواني وخواتي وبناتي. هو وحيدي. يقول هي الصدمه. يقول انا صدم يرجع من الموقف. تقول هي تقص تبسي المسكينه. مات لا. قالت والله لو انه حلال نظمك يا ولدي على صدري. من حب لولدي. وترى زوجي بيكلمك. قد علمته اعطيته الخبر وبيكلمك. قلت له خذيت يوم من الايام قلت جيت ربعي وعلمته. قلت يا الربع العلم الخبر فيه. قال واحد قد علمتك. الله يهديه ان شاء الله. اخواننا المسلمين. قلت له خذيت يوم من الايام يقول له يدق علي على جوالي. الكلام ذا قدام يمكن 8 سنوات او 9 منها عندها. حسب كلام الرجال انا ترى ارويها الربع على حسب كلامه. قال هو يكلمني قال بروح صوبه قل له في ما شاء الله في مرتبة عالية لحد الدوائر الحكومية. يقول يوم شافني يا رجال قال هو يضمني. قال هو يبتسي. قال يا ولدي والله العظيم لو ماني قابله قدام عيني ان اقول انك ولدي. انت ولدي ما يختلف فيه الا الصوت. سبحان الله العظيم الصوت يختلف ولا الباقي ولدي. اليوم يا ولدي اللي تبغى انت حسابته ولدي. انت وين كنت تشتغل؟ قال كنت اشتغل عسكري وبرتبه. ما ادري رقيب ما ادري عريف ما ادري وكان رقيب. قل ما خذت ظني 3 شهور الا جاي تعيين اعادتي في العسكريه. قال صار بيننا تواصل. لكن يا ابو فهد وهذا اكتبها في التعليقات وانا صارحها واعلمها اقول اني نيتي من اول كانت فكرت انت تحبيني ولا لا. قلت والله لاني بعالم ولا اني بشيخ
ولا انا مفتي. يقول يمكن الحق لي ذب مصاب الله. قلت اول شيء يا اخو هذا علمه عند الله. و انشد شيخ ولا انشد لك اي واحد. لكن قصتك بنزلها. سالفتك بنزلها وعادي الشباب يعلقون كل واحد براحته. سواء رجال ولا مرة. في اخوان الواحد ريضن. في اخوه المسلم ولا في اخته. بسوا. مهما كان الامر. ظل بظن العليا. لان الشيطان يوسوس الواحد. يوسوس له. عسى الله يسترنا وياكم في الدنيا والآخرة وجل حظنا وياكم عند الله وعند خلقه رفيع.